أخبار جديدة يعلنها البنك المركزي التونسي. بلغ مخزون تونس من العملة الصعبة بتاريخ 29 جانفي 2024 25937 مليون دينار، ما يعادل 118 يوم توريد. وحسب آخر مؤشرات نشرها البنك المركزي، فقد بلغ الحساب الجاري للخزينة يوم 29 جانفي 979 مليون دينار، فيما بلغت الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة 21236 مليون دينار. يذكر أنه مخزون تونس من العملة الصعبة كان يبلغ بتاريخ 27 ديسمبر 2023 25894 مليون دينار، ما يعادل 114 يوم توريد. وإحنا توا نحكيو على 118 يوم توريد، وبالتالي أخبار إيجابية وإيجابية جدا. ديما نقول هذه الأرقام حسب ما تبينوا أرقام البنك المركزي ومؤشرات البنك المركزي الرسمية. كشفت هيئة الدفاع رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في بلاغ أنه تم إعلام منوبتهم بقرار عميد قضاة التحقيق المتعهد بملفها بإحالتها على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مع إبقائها تحت مفعول بطاقة الإيداع إلى حين مثولها أمام المحكمة. يذكر أنه قاضي التحقيق كان أصدر بداية شهر أكتوبر 2023 بطاقة إيداع بالسجن في حق عبير موسي من أجل شبهات إحداث الهرش المقصود على التراب التونسي وتعطيل حرية العمل ومعالجة معطيات شخصية دون موافقة صاحبها. رئيس الجمهورية قيس سعيد يصدر أمر عدد 97 مؤرخ في 30 جانفي 2024 والمتعلق بالتمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية، وذلك ابتداء من يوم غد الأربعاء 31 جانفي الحالي وإلى غاية 31 ديسمبر 2024 حسب ما ورد في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. يذكر أنه قبل شهر تم التمديد في حالة الطوارئ، واليوم رئيس الجمهورية يقرر التمديد فيه إلى آخر يوم في سنة 2024 إلى 31 ديسمبر 2024. في قضية اقتحام مطار تونس قرطاج الدولي، الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف العسكرية بتونس قضت بانقضاء الدعوة لاتصال القضاء في حق المحامي مهدي زقروبة ومحمد العفيس ونضال السعودي، وذلك بخصوص القضية المتعلقة فيما يعرف بحادثة اقتحام مطار تونس قرطاج الدولي. حسب المعطيات المتوفرة، فإنه كل من زقروبة والعفيس والسعودي حكموا استئنافيا من أجل القضية نفسها من طرف القضاء العدلي إثر أحكام صادرة في حقهم من طرف الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بوصفها محكمة استئناف لأحكام محاكم النواحي. ويذكر أن قضية حادثة المطار تعهد بها في نفس الوقت القضاء العسكري والقضاء العدلي. حركة النهضة تصدر بلاغ ترد فيه على بعض الدعوات لحل الأحزاب السياسية. بيان رسمي صدر عن حركة النهضة بتاريخ 29 جانفي 2024 تقول بأنه اجتمع المكتب التنفيذي لحركة النهضة عن بعد مساء الاثنين 29 جانفي، واستعرض الوضع العام وواقع الحريات في البلاد ووضعية المعتقلين السياسيين، ويهم الحركة أن تصارح الرأي العام بما يلي. نبدأ بالنقطة الأولى اللي جات في بيان حركة النهضة، استهجانها لدعوات بائسة ومشبوهة بحل الأحزاب السياسية جهلا بدورها الوطني والمواطني
كقوى تأطير والتثقيف وتوجيه واقتراح حلول وسياسات عمومية وبرامج لخدمة البلاد وتنميتها. 2 تأكيدها الأهمية تأكيدها لأهمية ما أنجزه شعبنا وقواه الحية من نضال في سبيل إرساء الديمقراطية والتعددية والحق في التنظم والتداول السلمي على السلطة منذ عهد حكم الرئيس بورقيبة، وقد تدرجت بلادنا في ذلك بين مد وجزر حتى فتحت ثورة الحرية والكرامة أفقا جديدا قطع به شعبنا مع الحكم مدى الحياة ومع الانتخابات المزيفة ومع الاستبداد حسب بيان حركة النهضة. وقد منحت حكومات الثورة المتعاقبة تراخيص عمل لكل مجموعة من المواطنين تقدمت بطلب تكوين أحزاب سياسية في إطار القانون. 3 تعبيرها عن التضامن مع الدكتور لطفي المرايحي واعتبار محاكمته في تعارض مع ما تتطلبه البلاد من إطلاق للحريات وتنقية للمناخات السياسية والاجتماعية ووضع حد لاستهداف المعارضين. 4 تسجيلها أن السنة المنقضية قد اتسمت بسلسلة من الاعتقالات السياسية التي طالت عديد الشخصيات السياسية والوطنية من أطياف سياسية ومجتمعية متعددة ومتنوعة، بما يجعل بلادنا مرشحة لمسلسل من المحاكمات السياسية التي تعيد إلى الواقع وإلى الأذهان صور تقدمت بلادنا شوطا كبيرا في القطع معها وطوت صفحتها بلا رجعة، بما يجعل هذه المحاكمات انتكاسة في مسار الانتقال الديمقراطي. 5 نقطة الخامسة في بيان حركة النهضة تذكر أن الوضعية الصحية لبعض المعتقلين صارت مأساوية وتدعو إلى الانشغال العميق، ومنها بالخصوص وضعية النائب المؤسس أحبيب اللوز الذي يعاني آلاما مبرحة وتدهورا لافتا في حالتها الصحية، وتدعو إلى التعجيل بالإفراج عنه لاعتبارات صحية وإنسانية ملحة حسب بيان حركة النهضة اللي اصدر على المكتب التنفيذي للحركة والموقع من أمين عام الحركة العجمي لوريمي. الناشط السياسي رضا بالحاج في تصريحاته الإعلامية اليوم قال إنه الرئيس قيس سعيد ليس له أي منافس في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال اليوم إنه المعارضة في تونس ضعيفة جدا وغير قادرة على التعبئة حسب قوله. وفي سياق آخر نفى بالحاج نيته الانضمام إلى حزب سياسي وقال ما نحبش نكون في تجربة حزبية، أنا صاحب فكرة والتجربة الحزبية تقتل الجانب الفكري والإبداعي على حد تعبيره.